السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وسلامة بإذن الله. بداية كورس جديد ودروس جديدة، وهنبدأ بقى في فلاتر بعد ما احنا خلصنا كورس الدارت. وتاني لو انت مش عارف ايه فلاتر، فلاتر هي عبارة عن فريم وورك جوجل عاملاها عشان تقدر عن طريقها تعمل ابليكيشنز. ابليكيشن ده يشتغل بيه، هتشتغل بيه في ايه؟ اندرويد، اي او اس، ماك او اس، لينكس، ويندوز، ويب، كل ما تتخيله تقريبا تقدر تعمله بكود واحد، وفي نفس الوقت لما تعمله رن بيرن في كل البلاتفورمز دي. قبل ما انت تبدأ كورس الخاص بفلاتر لازم تكون عارف دارت، لازم تكون عارفها كويس جدا. لو انت عندك فكرة عنها هتقدر تخش وتبدأ في الكورس عادي، بس في مشاكل كتير هتقابلك لان انت مش متأسس صح. لو انت مش متأسس صح في دارت لازم تبدأها من الاول خالص، او على الاقل لازم تكون عارف الـ OOP كويس جدا 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 جدا. كده احنا قلنا تقريبا ملخص سريع على فلاتر. طيب الكورس هيبقى عبارة عن ايه؟ الكورس هيبقى عبارة عن انت هتتعلم فلاتر، تتعلم ازاي تعمل البوتونز، تعمل تكست فيلد، تعمل تكست عموما، ازاي نعمل ديزاين لصفحة، ازاي نسيف الداتا، ازاي نستخدم الكاميرا، اللوكيشن، حاجات كتير هناخدها في الكورس ومختلفة. ازاي تسيف حاجة كاش، ازاي تكلم API، يعني ايه API، يعني ايه shared preferences، كل ده هتعرفه في الكورس. وفي حاجات تانية كتير على حسب الابديتس اللي بتحصل في فلاتر وعلى حسب الدروس بتاعتنا. سمي كده بالله ويلا بينا ونبدأ في أول دروس فلاتر إن شاء الله، ونبدأ بالكرييت بروجكت، ونبدأ نكريت بروجكت واحدة واحدة ونشوف هنوصل لحد فين بإذن الله. سلام.